سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة، ضربة مذهلة. أوه، الكرة تصطدم في القائم. فرصة هدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم. والكرة إلى الجانب الأيمن. جول، وتقدم بهدفين الآن. ثم اللاعب الثاني. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. فرصة التقدم بفارق هدفين. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. يتقدم المسدد الثالث. يلعبها في الجانب الأيمن. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. يلعبها في الجانب الأيسر. روعة في التنفيذ. حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. كرة التعادل الآن، نتيجة 3-3. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. والكرة إلى الجانب الأيمن. يا سلام، تنفيذ رائع. الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. الآن الدور على خامس اللاعبين. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. الآن الدور على اللاعب السادس. وكرة في القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ. ضربة ضائعة. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ إذا سجلها يمر فريقه. أوه، كرة رائعة. حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. الكرة تصطدم في القائم. الارتياح كبير على حارس المرمى. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. الدور الآن على ثامن اللاعبين في قائمة المنفذين. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا لعيب، لمسة كانت رائعة. الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. اللاعب التاسع في قائمة اللاعبين منفذين. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. الله، كرة في منتهى الروعة. خدع الحارس بطريقة بارعة. لعب الكرة في الاتجاه الآخر. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. عشر المسددين على اللائحة. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. الآن جاء دور اللاعب العاشر. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. اقتربنا من الحسم. اللاعب الحادي عشر ربما تكون له الكلمة. ضيعها. إذا سجلها يمر فريقه. أوه، كرة رائعة. حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله.
يتصدى حارس المرمى للركلة. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. إذا سجلها يمر فريقه. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، ضربة مذهلة. محمود كهربا يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. كرة ضائعة مرة أخرى، إذا سجلها يمر فريقه. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يضعها على اليمين بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. الحارس توقعها صح، لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. يتصدى لها الحارس، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. أنهت هذه الركلة المباراة. منافسة قوية جدا في التسعين دقيقة، بعد ذلك في الأشواط الإضافية، والآن في ركلات الترجيح. في نهاية الأمر الفائز